التعليمي كان بمدارسنا، مدارس القطر الابتدائي والإعدادي والثانوي، على الرغم من بعض المعوقات لم تكن الحياة بسيطة وسهلة، خاصة من ناحية الصحية. بالنسبة لوضعي، في عندي وضع معين، ظرف معين صحي بأحد القدمين، فهذا اضطرني لإجراء الكثير من العمليات الجراحية. من البكالوريا سجلت علم أحياء المادة اللي بحبها جدا وبستمتع فيها. أيضا بالجامعة تعرضت لنكسة صحية أخرى اضطرتني أني أتوقف سنتين وأتأخر عن رفاقي وعن أصدقائي وصديقاتي، بس الحمد لله كفيت وتخرجت وتعينت مباشرة مدرسة لعلم الأحياء بإحدى مدارس المحافظة الحبيبة. بدأت بالتدريس بعد التخرج مباشرة، لكن كنت أنه أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. لم أجد نفسي فقط بالتدريس بعد التخرج على الإجازة الجامعية. سجلت دراسات عليا، دبلوم بالقسم الحياة النباتية أيضا، لكن رافق الدراسة هنا الدراسات العليا هي اختيار الشخص، رافق عمل. يعني طول فترة دراستي أنا بدأت أني أنتج، بدأت أني أعمل بأحد المعاهد الخاصة بدمشق بعد الدوام. صرت أطور لغتي أيضا بدورات معينة، عملت الماجستير. فرحة الماجستير كانت كبيرة جدا وخاصة للأهل. يعني بعد الماجستير تعرفت على زوجي معز الحجار وتزوجت. كان عمري يعني بال 31 سنة. طبعا الماجستير أعطاني فرصة أني أنتقل من التدريس بالتربية لتدريس بجامعة دمشق، بكلية العلوم بجامعة دمشق. بعد الماجستير يفترض أنه مباشرة أني أبلش بالدكتوراه، ولكن أيضا صار في انقطاع بالدراسة. رزقت بابنتي الأولى صبا يحمي أولادي الجميع ويحميها. بعدين قلت الماجستير هو طريق ولكن ليس النهاية أو ليست الخاتمة، بعد الطريق طويل. فكرت سجل دكتوراه. لما إجا التسجيل وأنه أنا صرت طالب الدكتوراه، كان عندي توأم عمر وقيس عمرهم 40 يوم. هون التحدي الأكبر صار. الأسرة كبرت الحمد لله، والالتزامات كثرت، والعمل داخل المنزل وخارج المنزل. أنا بحب هوني في نقطة فعلا، يعني لما كان عندي مواسم، نحن بيئة تطبيقية، يعني عفوا الكلية تطبيقية، كان في زراعة ومواسم وزرعت على السطح. فأنا اهتم بالأطفال للساعة 5 بالمساء. يجي زوجي طبعا وقف بجنبي ودعمني، فكنت ألبس الثياب العمل وأطلع للأبحاث للقياس والوزن، وتعرف المواد والزراعة قديش تأخذ من الإنسان. زرعت موسمين خلال 4 سنوات ونصف كان معي شهادة الدكتوراه. ب 2012 انتقلت من الجامعة بدمشق الأم إلى فرع السويداء. بالسويداء هون كان في تحدي كثير كبير أمامنا ككلية جديدة عم تنشأ. بتعرف يعني دمشق عمرها 100 سنة الجامعة، فبتجي على كلية بعدها أول سنة، سنة أولى علم أحياء. كان لابد من وضع المناهج، كان لابد من وضع أو تجهيز المخابر، كان لابد من إنشاء حديقة بيئية ضمن الكلية، لأنه نحن مجالنا عملي ونبات، يعني اختصاصي نبات، مع عن الاكتفاء الذاتي باختصار، بدلا من أن تطعمه سمك علمه اصطياد السمك. هذه المبادرة هيك هدفها. فنحن هلق عم نستهدف المشاريع المنزلية الصغيرة، أي ست بيت، أي رجل، أي شاب، أي صبية، أي فتاة عندها مشروع صغير قادر على أن يعمله في منزله. هناك ممولين وداعمين بيقدموا الدعم لهذا الشخص بما يلزم، وطبعا بعقد عند محامي، بعقد قانوني والعقد شريعة المتعاقدين. حتى هدف أني على الأقل أكون على تواصل مع كل فئات المجتمع. الأطفال حاولت أني أسجل بصوتي قصص أطفال بمبادرة من الغرفة الفتية بالسويداء. الإعدادي والثانوي أنا منسقة أولمبياد العلم السوري في محافظة السويداء، وحققنا نتائج كثير حلوة خلال هالسنتين الثلاثة اللي أنا كنت مسؤولة عن الأولمبياد بالمحافظة. الإنسان ابن ظرفه،
هاي أهم شيء. فنحن ضمن أي ظرف نحن موجودين فيه قادرين أن نكون خلاقين ومبدعين. بدها شوية تنظيم، شوية ثقة بالنفس. ولكل سيدي أنا أقول أنك قادرة وتستطيعين.